نوفل، أهلا بك نايف. بداية، هل من معلومات جديدة لديك حول الاجتماع المرتقب؟ حقيقة محمد، الاجتماعات هذا الأسبوع ابتدأت اليوم بعد أن انتهى قبل قليل اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة اتفاق خفض الانتاج والتي تقودها كل من المملكة العربية السعودية وروسيا. انتهى هذا الاجتماع بعد أن استمر لأكثر من 6 ساعات. كان يفترض، طبعا هو اجتماع مغلق للصحفيين، وكان يفترض أن يناقش الأوضاع الحالية لسوق النفط العالمية ومدى التزام الدول بالاتفاق خفض الانتاج الذي تم في ديسمبر الماضي. لكن دعني محمد أشير هنا إلى أن ظروف عقد هذا الاجتماع تعد جدا استثنائية وغير اعتيادية. فيروس كورونا هو العنوان الأبرز لمسار هذا الاجتماع، ليس فقط تأثيره على الاقتصاد العالمي والذي جاء لأجله هذا الاجتماع الاستثنائي، بل أيضا حول كيفية تسيير هذا الاجتماع. هي المرة الأولى في تاريخ أوبك الذي لا يسمح بالصحفيين من دخول مبنى المنظمة لتغطية الاجتماعات، وجود فرق طبية أيضا داخل أو عند مدخل مقر المنظمة لفحص وفود الدول المشاركة من في حال وجود يعني عدوى أو ما شابه. كلها إجراءات احترازية. منع الصحفيين تعكس أيضا، هل هو يقتصر فقط على الحالة الموجودة وهي كورونا أم هنالك أسباب أخرى؟ طبعا هذه الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة العامة للمنظمة تأتي تلبية لتوصيات رفعتها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وأيضا السلطات النمساوية يعني منع انتشار عدوى كورونا. أيضا السبب وراء هذا الاجتماع الاستثنائي هو تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. هنالك فائض في سوق النفط العالمي، سيحاول الوزراء خلال الاجتماعات القادمة، اجتماع الوزاري الرسمي لأوبك يوم غدا والاجتماع الموسع لأوبك بلس بعد غد الجمعة، سيحاول وضع قرار للسياسة الانتاجية للمرحلة المقبلة. هنالك ربما توافق حول ضرورة وجود سحب الفائض من السوق العالمي، لكن كمية هذا الفائض في السوق وحصص الخفض بين الدول، دول أوبك وخارج أوبك، ستبقى محور النقاشات وتبقى النقطة الأصعب حقيقة محمد في هذه الاجتماعات. يعني الجدير ذكره بأن توصيات اللجنة الفنية المشتركة التي عقدت الشهر الماضي كانت توصي بإحداث خفض يتراوح بين 600 ألف برميل في اليوم والمليون برميل في اليوم، وهما سيناريوهان المتوقعان خلال هذا الاجتماع محمد. نعم، هذه الاحترازات ربما تكون طبيعية في مثل هذه الحالات، لكن بما أنه تم إخضاع الوفد الكويتي لفحص كشف الحرارة، هل ذلك الإجراء يشمل جميع الوفود وهل جميع الوفود حضروا بالفعل هذا الاجتماع؟ حقيقة يعني هذه الإجراءات، لا يعني كاميرا الإخبارية التقطت يعني وفد الكويت، لكن هذا الإجراء يعني يسري على جميع الوفود المشاركة. هذه خطوات احترازية تقوم بها الأمانة العامة للمنظمة. أيضا عدم دخول الصحفيين إلى مبنى المنظمة يأتي ضمن هذه الخطوات التي يعني تقوم بها أوبك لمنع حدوث انتشار لعدوى فيروس كورونا. نستطيع القول أيضا هنالك يعني لاحظنا هنالك تغيب من بعض وزراء النفط والطاقة من الدول 20 أو 23 المشاركة في اتفاق خفض الانتاج، منهم وزير النفط العراقي والوزير العماني لم يحضران لهذا الاجتماع. يعني هذه من ناحية، لكن من ناحية أخرى أيضا نستطيع الحديث بأن صعوبة النقاشات خلال هذه الاجتماعات الجارية ستكون المحور الأصعب لوزراء المنظمة الذين سيبحثون يعني إمكانيات الوصول إلى حل موحد حول واقع السياسة النفطية للمرحلة المقبلة. وكالة أنباء إخبارية قبل قليل تقول بأن هنالك يعني حالة من عدم التوافق خاصة بين روسيا، التي حسب هذه الوسائل الإعلام تقول بأن لا حاجة لإحداث خفض مزيد من الخفض أو الانتظار لانتهاء الربع الثاني، لكن هنالك دول بقيادة المملكة العربية السعودية تسعى أيضا إلى إحداث هذا الخفض في الانتاج. نعم، اتضحت الصورة نايف. ربما أيضا
خلفيات هذا الاجتماع وختامها ستحدد بالتأكيد مستويات مدى الخفض لبراميل النفط في المستقبل. شكرا لك زميلي نايف نوفا.